طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدينا الأعزاء، تبذل الأجهزة الأمنية في مأرب جهودا كبيرة لاستتباب الأمن وضبط المخالفين أو الخلايا أو الأعمال التخريبية التي تحاول أو تستهدف أمن واستقرار المحافظة، وبذلت خلال الفترات والسنوات الماضية جهودا كبيرة في بناء الأجهزة وتقويتها ونقلها إلى العمل الاحترافي وتعقبها للجماعات التخريبية أو المتمردة أو حتى تلك التي تحاول أن تزرعها الميليشيات الحوثية في بعض مناطق محافظة مأرب. هذه النجاحات هي التي جعلت المواطن يشعر بالأمن والاستقرار في المحافظة ويلتف أيضا حول هذه الأجهزة، سواء كان هذا المواطن على المستوى الفردي أو على المستوى القبلي للقبائل اليمنية الموجودة في محافظة مأرب، الذين التفوا جميعا حول أجهزة الأمن كما التفوا حول الجيش الوطني. اليوم مشاهدينا الكرام نسلط الضوء على الأمن في مأرب وجهوده الوطنية ونجاحاته المشهودة في حفظ الأمن وتعقب العناصر التخريبية. هذا الموضوع يسعدني أن أناقشه مع ضيوفي الأفاضل، وفي المقدمة منهم رئيس تحرير صحيفة مأرب بريس الأستاذ الصحفي محمد الصالحي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك. مساء الخير أخي مختار، عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام، ومساءك بالخير. إن شاء الله سنناقش معك هذا الموضوع وجهود الأمن في مأرب والتعامل الحازم في سواء قضايا الأمنية أو التخريبية أو حتى قضايا التعامل والتخابر مع الميليشيات الحوثية، لكن سنتابع أولا هذا التقرير الذي أعده الزميل فؤاد فارس ثم نبدأ نقاشنا. عتاد عسكري كبير وملازم ووثائق حوثية، إضافة لمعدات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة، ذلك بعض ما عثرت عليه القوات الأمنية والجيش في وكر الخلية الحوثية التي جرى إسقاطها اليوم في عملية لم تؤكد فقط يقظة الأمن والجيش، بل عززت حقيقة أن قبائل مأرب حائط الصد الأول عن المحافظة، حيث الرفض القبلي الذي يبادر لقطع العضو الفاسد من جسده يرسل رسالة واضحة لمن يفكرون بالاعتداء على مأرب من خارجها. النجاح الأمني في رصد الخلية الحوثية والتعامل معها بحسم يأتي ضمن سلسلة نجاحات سابقة أكدت فيها مأرب أنها استحقت أن تكون ملاذا لملايين الهاربين من جحيم ميليشيا الخوف. النجاحات الأمنية تكشف أيضا عن مدى إصرار الميليشيا وداعميها على استهداف مأرب، المحافظة التي تحمل الميليشيا لها ولقبائلها حقدا يمتد أبعد من تصديها لانتفاشة الحوثيين، بل يمتد لما هو وأبعد من الانتقام من رصاصات القردع التي انتصرت لتطلعات اليمنيين وما يزال دمها طريا بالنسبة للملايين. الحقد الميليشاوي على مأرب تزداد ناره اشتعالا في صدور قادة الميليشيا مع كل انتصار يحققه أبطال الجيش ورجال القبائل المنحازين لجمهوريتهم وكرامتهم، وهو حقد لا تلبث الميليشيا أن تنفثه صواريخ موت ودمار على رؤوس السكان المدنيين الآمنين، صواريخ تدرك الميليشيا أنها لن تسقط مدينة الشموخ بقدر ما ستؤكد مدى السقوط الحوثي الذي لا ينتهي عند قاع إدراك الحوثيين لاستعصاء مأرب على حشودهم وصواريخهم. جعل ميليشيا الخادعة تضع خلايا الغدر في مقدمة أدواتها، وهي خلايا تنوعت أشكالها ومهامها والتقت على هدف استهداف مأرب. خلايا ترتفع أصوات اليمنيين مع كل نجاح أمني مطالبة بمزيد من الحزم والحسم معا، حيث أمن مأرب نصف الطريق لاستعادة صنعاء، وعلى المسارين يتحرك جيش وأمن هما درع الوطن ومعهما يصطف الشعب. الليلة ما هي مثل البارحة، الحوثي مخابراته في كل مكان، تبلغه مخابراته إن مقبرته مأرب، مقبرته ونهايته وقواته مقبرته مأرب. والله ثم والله نعاهد الله، ما نعاهد البشر، والله ثم والله ما نعاهد البشر، ما نعاهد للواحد الديان
انها ما يدعس مارب وعدد الارواح لنا في جسد. شكرا للزميل فهد فارس على هذا التقرير، واجدد الترحيب بكم مشاهدينا الاعزاء وبضيفي الصحفي محمد صالحي رئيس تحرير صحيفه مارب بريس. استاذ محمد اهلا وسهلا بك مره اخرى. كل يوم والامن في مارب يزداد قوه ويكشف العديد سواء من الخلايا التخريبيه او يتعامل مع الكثير بحزم من القضايا الامنيه، واصبح ذلك ملموسا لدى المواطن في محافظة مأرب، فما واقع الأمن اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منذ اليوم الأول ومنذ محاولة ومنذ الانقلاب الحوثي في 2014 كانت مأرب لها دور كبير في تحطيم ووأد الأحلام الحوثية في السيطرة على المحافظة الجمهورية اليمنية وعلى رأسها مأرب. منذ تحرير مأرب في 2015 التحرير الجزئي الذي المناطق التي كانت تحت سيطرة الحوثي كأجزاء في مأرب، أما عاصمة المحافظة ومعظم مديرية المحافظة لم تسقط حينها، عمل الأجهزة الأمنية والجيش اليمني على تثبيت الأمن وعلى تثبيت الأمن وتعزيز قدرات الأمن بالعموم مديرية المحافظة وعاصمة المحافظة. استطاعت الأجهزة الأمنية خلال هذه الفترة الماضية رغم الصعوبات ورغم شحة الإمكانيات ورغم الوضع الدولة الحكومة الشرعية حكومة خارج البلد، لكن استطاعت هذه الأجهزة أن تضع لمسات وجدها الأمن وجدها المواطن ولمسها بشكل كبير المواطن في عموم أرجاء المحافظة. العملية التي حدثت اليوم كانت عملية مهمة جدا 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 في استئصال خلايا إرهابية، خلايا تعمل على زعزعة النظام وتعمل كخلايا نائمة مؤيدة للميليشيات الحوثية في منطقة حساسة وفي وسط محافظة مأرب وفي عمق محافظة مأرب عند في قبيلة عبيدة التي من أشرس ومن أهم القبائل المأربية التي صمدت ورفضت التواجد الحوثي في المحافظة وضحت بآلاف الشهداء من أبنائها، ثم تأتي هذه العصابة لتحاول أن تزعزع الأمن من داخل هذه القبيلة، وهو ما تم رفضه من قبل الأجهزة الأمنية والقبائل والجيش اليمني. نعم. طيب يعني انتقلنا إلى نقطة أحداث اليوم، الأمن في مأرب وتحت عنوان أو تحت أيضا لافتة الحملة المشتركة لتعقب عناصر تخريبية بمأرب الوادي محافظة مأرب، وضح الكثير مما يعني تعلق بالحملة، فما أهمية هذه الحملة وكيف تعاملت مع الأحداث مع هذه العناصر التخريبية بحزم أيضا وجنبت المدنيين أي ضحايا، وكذلك حمت ظهور الجيش الوطني في الجبهات من خلايا مرتبطة ارتباطا مباشرا كما كشفت الوثائق مع الحوثيين؟ طبعا عملية اليوم لها عدة أهداف مهمة. أولا رسالة واضحة لجميع من تسول نهو نفسه بالمساس بأمن مأرب وبالتخابر مع الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة إيرانيا، الميليشيات التي سفكت وقتلت وهتكت الأعراض في عموم اليمن جميع المحافظات المحتلة، أن ليس له مكان هناك في مأرب، وأن هؤلاء شرذمة مرفوضين رفضا قاطعا من قبل المجتمع المحلي ومن قبل القبائل ومن قبل الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية. حاولت القبيلة في مأرب أن تعطي هذه الشرذمة الموجودة خيارات عدة، منها الخروج من المحافظة، منها وقف وقطع العلاقات مع جماعة الحوثي، لكن تلك الجماعة على رأسهم محسن سبيعيان وأشقائه استقطبوا عناصر من خارج المحافظة، عناصر حوثية، وقاموا بتهريب الأسلحة وبتصنيع العبوات الناسفة وبتصنيع أسلحة في منازلهم وفي مزارعهم، استخدمت ضد الجيش اليمني وضد القبائل الموجودة التي هم بالأصل ينتمون لتلك القبائل. الميليشيات الحوثي لم تتورع من استخدام هؤلاء كأدوات رخيصة جدا وأدوات مبتذلة لتحقيق مآربها وأهدافها. ما الذي يدفع شخصية أو أحد من أبناء مأرب أن يقوم بهذا العمل لولا أن تلك الميليشيات استخدمته كاستخدام رخيص وأغرته بالأموال وعملت على تغيير فكره عقائديا وفكريا؟
الأجهزة الأمنية كان لها دور كبير جدا مع رجال القبائل الذين لا ننسى دورهم الكبير، والجيش رجال القبائل كانوا في مقدمة الصفوف التي قامت اليوم باقتحام هذه المنازل الإرهابية والأوكار التهريبة، ليست منازل مدنيين. البعض يحاول أن يصور أن ما حدث اليوم أنه بين مدنيين، لا، الذي حدث اليوم هو أوكار إرهابية تم استهداف الجيش الوطني والأمن وعناصر القبلية من داخل هذه المنازل. تم تزويد الحوثي بأسلحة، تم إيواء عناصر إرهابية تكفيرية، هؤلاء هم من يمثلون العناصر التكفيرية. الحوثي يحاول أن يكيل التهم لأبناء مأرب ولأبناء المحافظة المعارضة لفكرة والمعارضة لمشاريع بصفات تكفيرية وغيرها، لكن بحقيقة الأمر هؤلاء الحوثيين وفكرهم الموجود هو فكر تكفيري منذ اليوم الأول، منذ تاريخهم في اليمن على مدار أكثر من 1000 عام. كتبهم وملازمهم ومراجعهم تمتلي بالحديث التكفيري لجميع من يخالفهم الفكر والعقيدة. نعم، البيان أشار إلى أن العملية نجحت في تجنيب أي مدنيين من أي أذى، وأسفرت عن استشهاد 2 من أفراد الجيش والأمن وقبيلة عبيدة وجرح 4، كما نتج عنها أيضا مقتل 8 من العناصر التخريبية وضبط كميات من الأسلحة والمضبوطات الأخرى والعثور على وثائق تحتوي على أسماء الجهات والشخصيات التي ترتبط أو مرتبطة أيضا بالخلية، كما وضحت أيضا اللقطات والصور شعارات الحوثي في داخل جدرانهم وصور الهالك الحوثي وغير ذلك. نعم أخي العزيز، أولا يدل لك على أنه هناك وجود أعداد كبيرة وعدد قتلى العصابة الموجودة، عدد قتلهم تجاوز 8 والجرحى عدد آخر، يدل لك أنه كان هناك استعداد كبير لتفجير الوضع من داخل الوادي عبيدة، استعداد لارتكاب جرائم ومن خلال العبوات الناسفة ومصنع صناعة العبوات الناسفة والألغام الموجودة التي تم إيجادها. هناك قطع لطائرات مسيرة موجود يتم تجميعها في هذا الوكر الإرهابي. ليس هناك مدنيين نهائيا في المنطقة، تم تجنيب المدينة كامل، حتى عوائل هؤلاء العصابة تم إخراجهم بسلام ولم يطالبهم أي شيء. كان هناك حرص كبير جدا من أبناء قبيلة عبيدة وعلى رأسهم قبيلة دمشق من خلال تجنيب هذه العصابة والإرهابية ومطالبتهم بالخروج بالسلم، لكن كانوا هم لديهم أهداف مسبقة ولديهم خطط مسبقة، كان أهمها هو تفجير الوضع من داخل مأرب، لكن كان للجيش والأمن معلومات استخباراتية على مستوى عالي استطاعوا من خلالها توجيه ضربة استباقية لهذه العصابة. أيضا البيان يشير إلى أنهم ثبت بالتحقيقات القطعية والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة المختصة بأنهم سبق وأن تورطوا في أعمال تخريبية وجرائم حرابة وسطو مسلح واعتراض سيارات وشاحنات تابعة للجيش الوطني، كما تورطوا أيضا في زراعة عبوات ناسفة واغتيال قيادات عسكرية. يعني نحن أمام فعلا شبكة كانت تمثل خطر على أمن هذه المديرية. المشاهدين الكرام، طبعا للمعلومة الأجهزة والسلطة المحلية والحكومة الشرعية بشكل عام دائما تنأى بأنفسها بنفسها عن التشهير وعن الحديث بمعطيات غير حقيقية، حتى في بعض الأحيان تكون هناك لديهم معطيات حقيقية تنأى الحكومة الشرعية والسلطات المحلية خصوصا في مأرب من في محاولة للم أو عدم التشهير ببعض المرتكبي الأحداث الإرهابية بحجة التعايش وغيرها، وهذا للأسف إن ليس جدوى، لكن لابد إيضاح الحقيقة وإيصال الرسالة كاملة أن هذا كان وكر إرهابي وكان هناك مضبوطات داخل الوكر الإرهابي وتم فيه اغتيال وتجهيز عبوات كما تحدث سابقا وتجهيز طائرة مسيرة حوثية وتم وضع خطط استخباراتية ورصد أعيان القبائل والجيش الوطني الموجودين في منطقة الوادي. جميع هذه تدين الجماعة الإرهابية وتفضحهم، وهي سيتم عرضها من قبل الأجهزة الأمنية. الرسالة الأهم أخي مختار أن لابد أن يدرك هناك مأرب ليست المدينة الفاضلة، هناك يوجد خلايا إرهابية ويوجد هناك خلايا نائمة فعلا، ويوجد هناك
من يتعامل مع الميليشيات ومن يتستر ومن يهاجم ومن ينتظر الفرصة، يمني نفسه بانتظار الفرصة كما انتظرها في 2015 عندما كان يأمل أن الحوثي يجتاح مأرب، وكان منتظر ساعة الصفر لدخول مأرب وسيطرة على مقدرات أبناء مأرب والتحكم بأبناء مأرب وخابت أمانهم. هو اليوم يعيد الكرة، هناك أشخاص موجودون في مأرب، نتمنى من الأجهزة الأمنية أن تتعامل مع هؤلاء الموجودين. هناك موجود ما يسمى بناشط الفيسبوك من بعض الشخصيات الموجودة في مأرب التي تهاجم ليل نهار الجيش اليمني وتطعن في الجيش اليمني. هؤلاء لابد أن يتعامل معهم من خلال إجراءات القانونية، ليس بإجراءات تعسفية، إجراءات قانونية واستدعائهم إلى النيابة والمحاكمة ليكونوا عبرة للآخرين. من حمل السلاح ومن قام بإيواء أعراس إرهابية تم الحزم معه من قبل الجهات الأمنية، من سخر أقلامه ضد أبناء مأرب وضد الجيش اليمني، لابد أن يكون هناك إجراءات قانونية بحق هؤلاء حتى ينال جزائهم. نعم أستاذ محمد، هذه الحملة التي تعقبت هذه العناصر التخريبية كانت حملة مشتركة، بمعنى أنه شارك فيها رجال الأمن ورجال الجيش الوطني ورجال أيضا من قبيلة عبيدة، يعني حيث المديرية تعنيهم بشكل كبير، وجبهة الحوثي التي انفتحت مؤخرا أيضا أصبحت تهديدا كبيرا عليهم. فيعني العمل المشترك الذي واجه هذه العناصر التخريبية، ما دلالة ذلك؟ قد يكون يا أخي العزيز مختار، أنتم على مدار السنة الماضية أنتم المشاهدين الكرام تدركوا هذا الشيء بشكل كبير من خلال الأدلة الإخبارية أو من خلال من زار مأرب ومن تواجد في مأرب من الأخوة الذين الضيوف الأعزاء على مأرب وأبناء مأرب الذين قدموا من محافظات أخرى بسبب سيطرة الحوثي على محافظاتهم، أن هناك لحمة فريدة من نوعها بين أبناء الجيش والأمن والقبيلة، هناك لحمة كبيرة جدا. هذه اللحمة هي أساس في صلابة وفي تماسك الموقف المأربي بشكل كبير، وهو ما يفقده الكثير من المحافظات الأخرى. هذا التلاحم الفريد من نوعه استطاع أن يقدم نموذج مشرق للقبيلة وللجيش وللأمن، من خلال أن أصبحت القبيلة اندمجت مع الجيش والأمن وعلى السلطة المحلية في تكوين سياج حامي المأرب. أبناء القبائل في مأرب قدموا آلاف الشهداء كما يدرك الجميع، أبناء الجيش الوطني كذلك قدموا آلاف الشهداء، أبناء الأخوة الضيوف الأعزاء على مأرب الذين قدموا حضرة أخرى قدموا آلاف الشهداء. هذا التلاحم الفريد جعل من مأرب منطقة لليمنيين كاملة قاطبة، جعل من مأرب مأوى لهؤلاء الأخوة جميعا، وجعل من هذا التلاحم القبلي والأمني مع الجيش الوطني إيجاد صعوبة في اختراق هذا. حاول الحوثي على مدار 5 سنوات ولا زال يحاول اختراق هذا السياج الكبير، لكن أؤكد لك أخي مختار أنه بحماية الله وبفضل تلك اللحمة سيصعب على أي طامع وأي محاولة لغزو مأرب، والتاريخ خير شاهد على هذا الشيء. نعم، الأعمال التخريبية التي كانت تقوم بها هذه المجاميع أو الأعداد التخريبية الحوثية الإرهابية كانت محل رصد متواصل من قبل الأجهزة الأمنية، ويعني رصدت الكثير من الأعمال التخريبية خلال الفترة الماضية، لماذا هذا التوقيت بالذات في التعامل معها، وخصوصا أنها هي أول من بدأت بمهاجمة ومواجهة الجيش بعدم التسليم؟ أنا أقول لك يا أخي مختار للأمانة السلطة المحلية والجيش والأمن أعطوا هذه العناصر أكثر مما تستحق من المهلة، أعطوها سنوات ليس أشهر. سبيعيان كأسرة أو كقبيلة هذه أسرة فاضلة ولها احترامها بشكل كبير في مأرب وفي لدى السلطة المحلية ولدى الجيش. هذه أسرة لديها قدمت العديد من الشهداء في دفاعهم عن مأرب، لكن هذا العناصر التخريبية منهم الذي هم محسن وأحمد وأخوانهم، هؤلاء تم التبرع منهم منذ فترة طويلة من قبل قبيلة السبيعيان ومن قبل قبيلة عبيدة. هناك عندنا في مأرب يسمى تم قطعهم قبليا، يعني ما أدري يمكن بعض المشاهدين يدرك معنى هذه الكلمة، تم قطعهم قبليا منذ فترة طويلة. الأجهزة الأمنية والجيش تأخر في التعامل مع هذه، وهذا ليس من صالحنا في هذه المرحلة الحساسة. لابد أن يكون هناك
جدية في التعامل مع هؤلاء العناصر وضربهم بشكل كبير جدا حتى يكونوا عبرة. هؤلاء التمادي التهاون معهم يساعدهم في مزيد من الأعمال التخريبية ويعطيهم فرصة في تجنيد عناصر إرهابية جديدة، ويعطي فرصة للآخرين المتربصين الذين يأملون عندما يرون أن هؤلاء لم يتم المساس بهم، يعطي الآخرين التجرع على أمن مأرب وعلى الجيش وعلى غيره. التعامل بحزم هو سيد الموقف. نحن في مرحلة حرب، لسنا في مرحلة سلم أو في مرحلة حرب تتطلب الكثير من الإجراءات. أتمنى أن يتم متابعة جميع الخلايا النائمة والتعامل معها بشدة وبقوة. اللجنة في بيانها، الحملة المشتركة في بيانها أشارت إلى أنهم رصدت من خلال تليفونات الأشخاص ومن خلال أيضا أدواتها ارتباط هؤلاء بالعديد أيضا من الجهات وأبرزها الميليشيات الحوثية، وهي على اطلاع بكل من يتعامل ويتعاون مع الميليشيات الحوثية، ووعدت بأنها أكدت أنها لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة مأرب، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول نفسه المساس بالأمن وإغلاق السكينة العامة. بعيدا عن محاولة الميليشيات الحوثية إحداث اختراق هنا أو هناك، الأمن وحزمه في القضايا هذه لأي مدى، وهذا ما أثبتته الأيام يعني خلال المرحلة الماضية، لأي مدى هناك قوة وحزم وجدية؟ طبعا أخي العزيز، أولا نعرج على جزئية بسيطة جدا وأعتذر منه. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بمنشورات أبناء مأرب يعني في حالة فريدة من نوعها، أن يكون هناك إجماع على قضية ما كما هي قضية اليوم، من جميع مشارب أبناء مأرب القبلية ومن جميع مشاربهم الحزبية وانتماءاتهم، كان هناك إجماع كبير على هذه الحملة وعلى التأييد لها. الحملة لابد أن تستمر في مهاجمة أوكار إرهابية وفي البحث عنها. ندرك جيدا أن الأجهزة الأمنية لديها قاعدة بيانات داتابيس كبيرة جدا عن جميع من يحاول أن يمس بأمن مأرب، لكن في بعض الأحيان تحاول تتعامل بلطف ومحاولة للابتعاد عن المواجهة المباشرة، لكن عندما تصل إلى مرحلة نفاذ الصبر وعندما تدرك جيدا أن هذا الأشخاص وهذا العناصر الإرهابية تمثل خطر حقيقي جدا لابد أن يتم التخلص منه وإزالته. الورم إذا لم يتم إزالته بشكل كامل يتسبب في الانتشار في الجسم ويسبب موت وقتل الجسم. هذه العناصر هي تمثل سرطان في أي مجتمع موجودة. العناصر التي ارتضت أن تكون عميلة وخائنة لوطنها ولأبنائها ولإخوانها ولدماء أخوانهم، هؤلاء الذين اليوم هاجموا الجيش والقبائل لديهم أبناء عمومتهم قدموا أرواحهم وشهداء من أبناء قبيلتهم من الدفاع ضد الميليشيا الحوثية، فكيف يرضى لنفسه أن يكون بهذا الرخص وبهذا الحقارة أن يتعامل مع تلك الميليشيات التي قتلت أخوه وابنه وابن عمه وقبيلته؟ أستغرب أن يقبل أي مأربي أو أي يمني أن يكون لديه ارتباط بهذه الميليشيات الدنيئة التي تعمل على هدم القيم اليمنية والمجتمع اليمني، التي أحدثت شرخ كبير في المجتمع اليمني، تسببت بتهتيك النسيج الاجتماعي اليمني، ولن يلتم هذا أو يتم لم الشمل المجتمع اليمني من جديد بسبب هذا الجماعة إلا بعد عشرات السنوات. للأسف هناك شروخ كبيرة قامت بها جماعة الحوثي في المجتمع اليمني يصعب من التعامل معها في المستقبل القريب. نعم أستاذ محمد، كيف صارت اليوم الأجهزة الأمنية أكثر قدرة على التعامل مع مثل هذه الأحداث وأيضا تعقب لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة؟ شاهدنا مديريات كثيرة وخصوصا منها المدينة أمن يعني كامل بحمد الله تعالى، ما حدث ربما على أطراف المحافظة في إحدى المديريات البعيدة، لكن ومع ذلك اليقظة موجودة والتعامل بحزم إلى أي مدى كان حاضرا؟ طبعا نعطي كل ذي حقه. الأخ المحافظ سلطان العرادة كان له دور كبير جدا، أنا في أكثر من زيارة تحدثت أنا وهو، كان همه الشغل الأول هو تثبيت الأمن وتدريب الأمن بشكل احترافي وتطوير إمكانية الأمن
ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية. كان منذ اليوم الأول وحريص على هذا الشيء، ولا زال الأمن يقدم مشكورا جهود كبيرة، لكن لا زال يحتاج الكثير من رفع الكفاءة ومن الإمكانيات ومن القدرات. لكن في وضع البلد الحالي الذي نعيش فيه وضع استثنائي من 2014 أو من ديسمبر 2014 حتى الآن، كحكومة شرعية تعاني الأمرين، وإمكانية محدودة لدى المحافظات ولدى الحكومة الشرعية بشكل كامل، يعتبر إيجابي ما تم إنجازه الآن، وإن كان المواطن لا يعنيه الظروف المحيطة بالحكومة الشرعية. المواطن يبحث عن الأمن، والأمن هو أساس الحياة. لولا وجود الأمن واستتباب الأمن لما كان هناك أكثر من 3 مليون موجودين داخل مدينة أو المدينة مارب أو المجمع، ما يسمى المجمع أو المدينة. أكثر من 3 مليون هؤلاء لو لم يجد الأمن والاستقرار والطمأنينة لما أتوا إلى مارب وقاموا المشروعات وبنوا المنازل وسكنوا في مارب. الحمد لله مارب خالية من كثير من ما تعاني بعض المحافظات الأخرى من عمليات إرهابية ومن اغتيالات وغيره، أو انتهاكات إنسانية ضد المدنيين وضد الناشطين وضد الصحفيين. مارب يتمتع الجميع بالحرية والأمن والأمان، وهذا الذي الحدود الدنيوية التي يبحث عنها أي مواطن أو أي إنسان على وجه الأرض، هو الحرية وحرية التعبير والأمن، التي للأسف الحوثي قضى عليها بشكل كامل منذ 2014 في جميع المحافظات التي يسيطر عليها، وأدى الحرية الصحفية، قتل الطموح أو المشاريع الإعلامية التي كانت موجودة، قتل المدنيين، قتل السياسيين، اعتقل، انتهك جميع المحرمات. لذلك ما يحدث في مارب هي رسالة أن إذا وجدت إذا تحرث أي أراضي يمنية سيكون هناك الحرية لأبناء اليمن، وستعود إلى ما كان عليه سابقا قبل الميليشيات. نعم أستاذ محمد، أمن مارب ومهمة حماية ظهر الجيش الوطني في الجبهات، إلى أي مدى مثل هذه اليقظة التي رأيناها اليوم والتعامل الحازم مع أي عناصر تخريبية إرهابية مرتبط لها ارتباط بالميليشيات الحوثية بهذا الشكل وبهذه السرعة، هذا التعامل الحازم إلى أي مدى يؤمن ظهر الجيش ويجعله أكثر ثقة في مواجهة ومقارعة الميليشيات في الجبهات؟ ما حدث اليوم من عملية انعكست بشكل كبير على جبهات القتال، وأنا لا أتحدث جزافا أو كتحليل تنظير عن بعد، أنا متابع للشأن المارب بشكل كبير ككوني صحفي وكذلك من أبناء مارب، ولدي كثير من ارتباطات مع كثير من الجبهات. ما حدث اليوم أعطى دفعة معنوية كبيرة جدا إلى أبناء الجيش الوطني المتواجدين على الثغور وعلى جبهات، أعطاهم أن فعلا هناك أجهزة أمنية تحمى ظهورنا وتقف أمام هؤلاء العصابات. عندما يجد الجيش أو الجندي وهو في الجبهة أن هناك أو يسمع أن هناك مجموعات إرهابية مرتبطة بجماعة الحوثي في داخل مأرب أو داخل الوادي أو داخل الجوبة أو داخل رحبة أو أي مديرة مأرب، سيعطيه الكثير من الإحباط واليأس. لكن عندما يسمع أن الأجهزة الأمنية ترصد وتتعامل مع هذه الجماعات الإرهابية والعصابات وتدك أوكارها، سيعطيها الكثير من الدافع المعنوي لتقديم روحه وتطهير الأرض والتضحية من أجل هذا الوطن. أنا قلت لك أن تابعت كثير من المجموعات ومن بعض القادة العسكريين، كان هناك انطباع إيجابي بشكل كبير حول هذه الجزئية من قبل الجيش وأبناء القبائل الموجودين في الجبهات. نعم الأستاذ صحفي محمد صالحي رئيس تحرير صحيفة مارب ليست، سنخرج إلى فاصل قصير، نعود ونكمل حلقتنا وحوارنا معك ومع ضيوفنا أيضا الذين سينضمون إلينا لاحقا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا إليكم لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفنا عبر سكايب الأستاذ محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مارب بريست. أستاذ محمد أكرر ترحيبي بك، يعني ما أهمية دور أبناء القبائل وأبناء المحافظة بشكل عام، محافظة مارب عموما، في المساندة
للأجهزة الأمنية سواء من حيث توفير المعلومات أو التبليغ بأي عناصر تخريبية في حفظ مارب في معركتها ضد الميليشيات الحوثية ومعركة استعادة الدولة؟ إذن سيعود إلينا محمد الصالحي لنكمل معه هذا الحوار حول الأمن في مارب، جهود وطنية ونجاحات أيضا مشهودة، والجيش يعمل أو الأمن يعمل أيضا في منذ فترة في شكل معلن أو غير معلن أحيانا في ضبط أي عنصر خارج عن النظام والقانون، سواء دسته الميليشيات الحوثية واستقلبته من محافظات أخرى سواء كانت صعدة أو عمران كما حدث مع عناصر ضبطت اليوم أو تلك أيضا التي متواجدة في المحافظة، يعني وباعت نفسها للميليشيات الحوثية ولأفكارها ضد أبناء المحافظة وأبناء الشرعية. إن كان قد أصبح جاهزا محمد الصالحي معنا سنستكمل معه هذا الحوار. أستاذ محمد، مرة أخرى أجدد ترحيبي بك، وأنت رئيس تحرير صحيفة مارب بالنسبة من هذه المحافظة. دور القبائل ودور أبناء مارب في الإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو أشخاص مشتبه بهم يحاولون أن يعطوا الميليشيات الحوثية فرصة في سواء معلوماتية أو تخريبية، كما حدث حتى لنساء في الفترة الماضية حاولنا محاولة التخابر مع الميليشيات الحوثية في زرع ألغام في الأسواق وكان مصيرهن كما هو معروف. فما أهمية تكاتف الدور القبلي مع الدور المواطن بشكل عام في مأرب لمواجهة وفضح أي عناصر تخريبية؟ هل أنت معي أستاذ محمد؟ نعم أستاذ. إيه تفضل. طبعا كنت كان متأخرت الوصول إلي. لو تعيد السؤال يا سيد الدكتور. فقط سألت عن أهمية وضرورة تكاتف أبناء محافظة مارب بكل مشاربهم وأبناء القبائل أيضا مع الأجهزة الأمنية في الإسناد في التبليغ في فضح أي عنصر ميليشاوي تخريبي يخدم الحوثيين ويعمل ضد مصالح الشرعية ومصالح المحافظة ومصالح الدولة. أخي هذا ما يحدث حاليا، هو ما يحدث حاليا أن هناك ارتباط كبير جدا بين هذه الأجهزة الأمنية بشكل عام كأجهزة أمنية واستخبارات عسكرية وأمن عام وغيره من الأجهزة والجيش، وموجود ارتباط كبير مع أبناء القبائل. في أكثر من حادثة وقعت وفي أكثر من مشهد تكرر في مارب كان دور كبير لهؤلاء في إيصال المعلومات وتحقيق العدالة بشكل كبير من قبل تلك الأجهزة. الواجب الآن أن يكون هناك تركيز أكثر، خصوصا أن هناك أكثر من 5 جبهات مفتوحة على مأرب. ما يحدث الآن من ضغط كبير على مأرب من قبل الحوثي، هناك جبهة الرواح وجبهة مجدر وجبهة العلم وجبهة جانية. هذه الجبهات الأربعة والخمس المفتوحة تتوجب الحيطة والحذر، خصوصا أن الأجهزة الأمنية تتعامل كثير من الإنسانية مع بعض القادمين من محافظات أخرى. لابد أن يكون هناك تركيز بشكل كبير والبحث والحرص. أنا لا أتدخل في عمل صاحبي في عمل الأجهزة الأمنية أو أعطيهم الشهادات، بالعكس أنا أدرك جيدا أن الأجهزة الأمنية لديها الكثير من هذا الشيء، لكن لابد أن يكون المواطن مشارك ومسؤول كذلك في التحري وفي البحث بطريقة معينة لإيصال المعلومة إلى الأجهزة الأمنية المختصة. إذن المواطن هو أيضا عين الأمن في مارب وفي كل المحافظات المحررة. هذه العين كيف تخدم أمن واستقراره كمواطن وأمن واستقرار المحافظة بشكل عام؟ هي انعكاس لما يحدث في الميدان من أمن واستقرار، هو انعكاس الحالة الموجودة والتماثل والموجود بين هذه الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي بشكل عام، كمجتمع قبلي أو كمجتمع مدني موجود أو كمجتمع ضيوف موجود في مارب. هذا الموجود الترابط الموجود بين هذه الأجهزة ينعكس إيجابا. أنا لدي إيقان كامل ولدي الكثير أن ليست الأجهزة الأمنية فقط هي الفاعل الوحيد الموجود في الميدان،
لكن الموجود المجتمع المحلي له دور كبير جدا في استقرار الامن من خلال الالتزام بالكثير من الضوابط وكثير من الاجراءات الامنيه وبالتعامل مع الاجهزه الامنيه وغيرها، وفي كذلك من ابناء القبائل في تأييد الكثير من الحملات الامنيه التي تستهدف هذه العناصر التخريبيه كما حدث منذ فتره في منطقه الاشراف، وكما حدث في منطقه لدى بعض العناصر التخريبيه عند المثنى، وكما حدث اليوم في منطقه الوادي عند السبيعين. التأييد القبلي والتأييد المجتمعي هو من سهل من عملية الجيش والأمن ربط العناصر التخريبية التي تريد أن تقوض الأمن وتريد أن تحدث الكثير من الإرباك والبلبلة في المجتمع الموجود. نحن على حرب والجبهات مشتعلة، أكثر من 5 جبهات مشتعلة، وهناك الكثير اليوم عشرات الشهداء يتم زفهم من أبناء اليمن. عندما تأتي عناصر تحت أي ذريعة أو تحت أي مسمى، سواء مطالبات حقوقية أو مطالبات تعويضية أو مطالبات توظيفية وغيرها، هؤلاء ليس هدفهم كما هو في الظاهر. هؤلاء هي عناصر ندرك نحن على مدى السنوات أن هناك مظلومية موجودة، لكن المظلومية قد تؤجل وقد يتم حلها بطرق موجودة. لدينا في التسلسل والهرم القبلي الكثير من الطرق لحل هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها من خلال طرق أبواب السلطة المحلية، أبواب الحكومة الشرعية. لدينا محافظ هو في الأصل شيخ قبلي يتعامل مع أبناء مارب بطريقة قبلية بغض النظر عن إدارته لدفة السلطة المحلية. هو رجل لديه ارتباط قبلي ولديه خبرة قبلية، وكذلك يستطيع التعامل مع بعض القضايا والطلبات بهذا الشكل. لكن أن تأتي وتقطع خط، تقطع الكهرباء أو تشهر السلاح في وجه الجيش وفي وجه الأمن وتأوي عناصر إرهابية وتتحدث عن مطالب ليس هناك مطالب، هذه هي عمليات إرهابية وتتم بالتنسيق وبالتماهي مع الميليشيا الحوثية. وندرك جيدا ونعرف أن هناك أسماء محددة موجودة في جميع مدينة مأرب لديها ارتباط مع الميليشيات، لكن تحاول السلطات المحلية تجنب الصدام معها لعل أن تعود إلى رشدها، ولا تريد أن تحدث شرخ موجود لدى هؤلاء الأشخاص. لكن إذا ما توجب الأمر فالتعاون سيتم وسيكون هناك تأييد مجتمعي كبير جدا كما حدث في القضايا التي تحدث عنها قبل قليل، وهي أحداث بسيطة، هناك أحداث أكثر منها. كان هناك المجتمع القبلي والمحلي بندق صفا إلى صف مع الجيش الوطني ومع الأمن الموجود في مأرب. نعم أستاذ محمد، الآن التماسك والتكاتف الشعبي والقبلي في محافظة مأرب والأمني وكذلك الجيش كيف انعكس على الجبهات التي تحاول الميليشيات اليوم الاستفادة من الواقع الجديد الذي فرض على الشرعية فرض من خلال اختلاق معارك جديدة هنا أو هناك، سواء في سقطرة أو في عدن، وإدخال الشرعية في صراع في مناطقها المحررة. حاول الحوثي في حقيقة الأمر أن يستفيد من هذا الوضع للزج بأنصاره لإحداث أي اختراق هنا أو هناك. كيف هو التكاتف اليوم والقبلي والشعبي المساند للجيش الوطني في مأرب لمواجهة هذه الميليشيات؟ أخي العزيز المختار، لولا هذا التكاتف والمساندة الموجودة من المجتمعية والشعبية الموجودة منذ اليوم الأول كان الوضع مختلف بشكل كبير في مأرب. نتحدث عن منذ 2014 والانقلاب الحوثي، كان الدور الفاعل في وقتها بعد انهارة منظومة الجيش اليمني للأسف الذي كان جيش عائلي بامتياز، انهارت هذه المنظومة واستطاع الحوثي السيطرة على المعسكرات أنذاك. كان المجتمع القبلي والمجتمع المحلي في مأرب وفي بعض المحافظات الجمهورية هو الساند الأول، وهو النواة الأولى التي تشكلت تحتها الجيش الوطني. نتذكر الشهيد القائد عبد الرب الشدادي الذي كان له دور كبير في دمج المقاومة الشعبية مع الجيش وتشكيل النواة الأولى من الجيش. هذه النواة التي بدأت وكبرت حتى الآن لا زال الارتباط وثيق جدا بين هؤلاء. الجيش والقبيله او المجتمع او اللحمه الشعبيه هما معان في مواجهه الميليشيات في خندق واحد وفي محجه واحد وببندقيه بجوار بعضهم البعض.
هذا الذي ساعد وأعطى تماسك كبير لأبناء مأرب والجيش. ليس هناك خلاص أو محاولة البعض، هناك أخي العزيز بعض الناشطين وبعض هؤلاء محسوبين على الشرع للأسف، ويغردوا من داخل الرياض ومن داخل بعض العواصم العربية، وهم يستلموا رواتبهم من الحكومة الشرعية، يحاول ليل نهار أن يجدوا شرخ بين القبيلة والجيش في محاولة للتفريق بين هؤلاء المكونين من خلال الحديث عن أن القبيلة هي الوحيدة التي تقاتل في مأرب. من قال هذا الكلام؟ الذي أنا من أبناء مأرب وأنا من أبناء قبيلة مضحية بكثير من الشهداء، لكن من يقاتل ومن سبق استماعهم هم أبناء الجيش الوطني وأبناء القبائل المأربية، وكذلك أبناء الأخوة الضيوف الذي أذوا من محافظة أخرى، واندمجوا معظم هؤلاء المكونات كمجتمع قبلي أو كقبائل مأربية تحت منظومة الجيش اليمني. من يضحوا في الجبهات هم أبناء الجيش الوطني مسنودين بإخوانهم من أبناء القبائل المأربية. البعض يحاول أن يضخم الأنا القبلية ويضع أن القبيلة هي مكان الجيش ومكان الدولة، وهذا ليس صحيح. لن تكون يوم من أيام القبيلة هي مكان الدولة، الدولة هي الدولة والقبيلة هي القبيلة، ستظل بمكوناتها وبأعرافها وبأخلاقها، والجيش والوطن والدولة هي بمؤسساتها وبإداراتها وغيرها. نعم. محاولة الشرخ بين هؤلاء المكونين لن يجدي نفعا، لكن البعض لا يزال يصر على هذا وينفذ أجندة إقليمية مدفوعة لأجل فك الارتباط بين الجيش والقبيلة، ولن يتم هذا نهائيا إن شاء الله، وأبناء الجيش الوطني تسفك دماءهم يوما نهارا، بيضحوا بدمائهم في الجبال وفي الوديان من أجل حماية الوطن، من أجل حماية مأرب، ومن يراجع كشوفات الشهداء من أبناء المؤسسة العسكرية سيجد أرقام مهولة جدا. ليسوا لم ينتموا يوما من الأيام كانتماء من أبناء لمأرب كانتماء أسري أو انتماء عائلي، بل انتموا لمأرب كأرض من أرض اليمن، أرض طاهرة لابد الحفاظ عليها لتكون آخر معاقل الشرعية التي تدافع عن ما تبقى من هذا الوطن. الصحفي الأستاذ محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب بريس، شاركتنا هذا الحوار وأثريته معنا. الأمن في مأرب جهود وطنية ونجاحات مشهودة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد لمشاركتك لنا وكل ما أتحته لنا من وقت. شكرا جزيلا أستاذ محمد. شكرا لضيوفي، شكرا لمشاهدينا الكرام الذين تابعونا في حلقة اليوم من برنامج مستقبل وطن. نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.